فإن طالب العلم الذي يريد أن يعرف مراد الله ومراد رسوله في كل نازلة تنزل فيه أو يتطلب لها حكما شرعيا لا بد وأن يعرف الخلاف. وكان سعيد ابن أبي عروبة يقول: من لم يعرف الاختلاف فلا تعدوه عالما. وأما قتادة فإنه يقول: من لم يعرف اختلاف العلماء لم يشم رائحة الفقه بأنفه.